السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وتكون ان شاء الله حالتكم نفسية وروحية في تحسن، يكون ديما الامل في القلوب ديالكم وابتسامة اكيد على المحيا ديالكم، وتكوني ان شاء الله متبتين بالعلاج ومتأكدين بان الفرج قريب والفرج على الابواب باذن الله. الوغ كما وعدتكم في اخر فيديو بانني ان شاء الله غادي ندير فيديو خاص على الاجابة على الاسئلة ديالكم، وانا عند الوعدة ديالي دونك غادي نجاوب على الاسئلة او التعاليق اللي طرحات في اخر فيديو. دونك نبداو على بركة الله. اختي سناء بارك الله فيك وفي صحتك لما تقدمين لنا من النصائح والتحفيز، وادعو الله ان يشفينا كما شفاك. اكيد الله يشافيكم، والله يشافي كل مبتلى، والله يشافي كل مريض، والله يعاونكم على الصبر صبر صبر ان شاء الله، وتطبيق العلاج باش تخرجوا ان شاء الله في هذه المرحله هذه في طرف وجيز باذن الله. سؤال من فضلك، هل الشفاء من الحالة النفسية كنوبات الهلع والخوف يخلف التعب والإرهاق والكسل والخمول وما الحل؟ علما أنني شفيت من نوبات الهلع، لكنني لم أتمكن بعد العودة إلى العمل، كما أنني أقوم بعناية أطفالي بشق الأنفس. بالنسبة للفت أو بالنسبة لأنك الحمد لله يعني شفيتي من نوبات الهلع والخوف، فهذا أمر جميل جدا ورائع، لأن كما نقولوا وعيتي بالابتلاء أو وعيتي بهذاك الخوف بأنه خوف وهمي وخوف مرضي، ويعني ربما كتطبقي البرنامج علاجي داكشي علاش يعني الحمد لله ما بقاش عندك الخوف. فبالنسبه للتعب والارهاق كيبقى، علاش؟ لان من اعراض هذا المرض الروحي ايضا الاكتئاب. لان الاكتئاب شنو هو؟ فاش كيدوز الانسان واحد المرحله صعيبه عليه وتيحس وتيكون مستوعب بانها صعيبه عليه، كيجي اكتئاب. والاكتئاب شنو هو؟ اللي كيعطيك داك الاحساس ديال علاش غادي تفيق، ما عندكش الجهد باش دير شي حاجه، ما عندكش القدره، الفيتامينات عندك ناقصين، صحتك ماشي هي هذيك. دونك هذه افكار ديال المريض ديال الاكتئاب. اذا شنو مريض الاكتئاب؟ ديال الافكار اللي كتجي، رغم ان هذه الافكار لا علاقه لها بالواقع. يعني الحمد لله مريض الاكتئاب راه ما عنده حتى شي حاجه العضويه، يعني الا مشيتي ودرتي لي زاناليز ودرتي غتلقى واحد النقص في شي فيتامين اكيد، لان اي انسان فقد الكره الارضيه راه اكيد كيكون عنده نقص. ولكن يعني هاد الاحساس يعني بالتعب والارهاق والخمول جرى ايضا هاد الافكار الوهميه اللي كيعطينا شي طالع انا والله جاي ما عندكش القدره، انت راك ما قادرش، انت اكيد عندك شي فيتامينات ناقصه، لان الشيطان يعيدكم الفقر، والشيطان باغيك تبقى مريض اكتئاب، باغيك تبقى طريح الفراش وما دير حتى شي حاجه. اذا العلاج ضد هاد الخمول وهاد الكسل هي المقاومه. يكذب عليكم شي كذاب ويقول لكم كاين شي علاج، هي المقاومه. فكره كتقول بان ما عندكش القدره وانت كتحدد ديك الفكره وكتبرهن العقل ديالك بان راه عندك القدره، يعني هذا هو العلاج من هاد الافكار هذه اللي ما كيكون عندها حتى شي علاقه بالواقع. لان الاكتئاب فاش كيوقع خلل في الكيمياء ديال الدماغ، اوتوماتيكمون الدماغ ديالك كيبدا يعطيك افكار لا علاقه بالواقع. مثلا يبدا يقول لك دماغك بانك الا دخلتي مثلا تستحم غادي تطيح وما غاديش تكون عندك القدره. الا بقيتي متبع هاد الافكار غتلقى راسك 15 يوم اولا 15 جوغ وما غاديش تغسل. ولكن الا تحديتي ديك الفكره ودخلتي وغسلتي وثبتتي العقل ديالك بلي عندك القدره باش تغسل وعندك القدره باش فوالا باش يعني تستحم، فصافي ديك الخلل الكيميائي اللي في الدماغ ديالك كيبدا ينقص. يعني هاد الابتلاء هذا خصو شويه المقاومه. واكيد ما نساوش بانك الا كنتو دوزتو من نوبات هلع والخوف والوسواس القهري، اكيد حتى الجهاز العصبي كيعيا شي شويه، لان كيكون داز واحد التعب، واحد الاوفر ثينكين، واحد التفكير زائد، واحد الافكار الوسواسيه. دونك داك الارهاق ديال الدماغ ديالنا او داك الارهاق اللي كيوقع في الاعصاب ديالنا كينزل شويه على الصحه. يعني كيقدر يدير لك ضغط في الاكتاف، كيقدر يدير لك مثلا الم في الراس حاد، يقدر يدير لك التعب الارهاق. ولكن يجب المقاومه، ما خاش الانسان يبقى مبالغ في دوك الاعراض وعايشها، لان النفس البشريه تميل للمبالغه، المبالغه في حب الاشياء، المبالغه في الاكتئاب، المبالغه في التعلق. دونك حنا خصنا نتحداو هاد النفس ديالنا، نبينو لها بان حنا اللي كنتحكموا فيها ماشي هي اللي كتحكم فينا. اذا خلاصه القول، الحمد لله يعني ملي تخطيتي الخوف ونوبات الهلع اللي هما اصعب حاجه، بقى لك شويه ديال الخمول وشويه الكسل، خاصك فقط تقاومي. واكيد راه مع المقاومه، مع المقاومه ما غتبقايش تحسي براسك يعني متعبه ومرهقه وهادشي كلشي. دونك فوالا، نشوفوا التعليق او لا التساؤل الموالي. السلام عليكم، حبيت نقول خوتي اعتذر اللي راه حاكموا قليل من العجز وقليل من الفشل، ومن يتحدث عن العين والحسد ويقول الناس راهم حاسديني. خويا حتى العمل نتاعك كيتنوض تخدم رقيه لبعض الاعداء وبعض الشياطين، من حسدك على سياره دير جوج سيارات، ومن حسدك على سكن دير جوج سكنات، ودير في بالك حاجه لو كان ما تكونش انت الاول من ينصر نفسه وبدون مناصر ما تلقاش حتى مناصر. انت هو الاول اللي تشجع روحك، وانت هو الاخير اللي تشجع نفسك. دائما خلي ثقه في نفسك وخاطيك من هذه كلمه العين والحسد وراهم حاسديني.
يعني حتى ولو كان راهم حزينك اقتلهم بالعمل، رقيهم بالعمل، هادوك اعداء النجاح، وخطيكم من الاشياء التي تمرضك ولا تفشل، ولا تفشل الايمان ثم الايمان، ومن لديه الاراده وما قدرش يتحرك للعلاج قم بنفض غبار الحسد وتحرك وانشط ودعك من اعداء الحسد، لن يفعلوا لك اي شيء الا الشيء الذي كتبه الله لك. اخدم واصل وانتصر وحقق انتصارات، حتى ولو لم تنتصر لن تخلعك الخسران ابدا، حبكم في الله ولا تفشلوا. اكيد هذا الكلام رائع جدا، داكشي علاش قريته لان فريمون هذا الكلام في الصميم، يعني انسان بلاصه ما ينوض يطبق البرنامج العلاجي ويدير الاشياء اللي غادي تخرجوا من هذا الشيء، لا شي يبقى يفكر هذاك حاسدني، هذاك معيني، شوفوا العين والحسد، لان حنا تنكونوا بعدنا الله سبحانه وتعالى، وكنكونوا بعدنا على طريق الله سبحانه وتعالى، وما كنديروش، ما كنكونوش كنديروا التحصيل الكافي باش 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 فوالا باش باش يعني ما تادينا حتى شي حاجه. والعين والحسد راه حنا اللي كنتحكموا فيه، يعني كنكونوا قراب من الله سبحانه وتعالى في اتصال، وكنديروا الاذكار ديالنا والصلاه ديالنا وعلاقتنا بالله مزيانه، راه حتى العين والحسد ما غاديش ياثر عليك. واصلا الله سبحانه وتعالى كل شيء باذن، يعني حتى داك العين والحسد الا اثر عليك ففيه خير، يعني ما تركزوش مع العين والحسد والسحر وهاد الامور هادي، ركزوا مع البرنامج العلاجي، ركزوا مع العلاج ديالكم، ركزوا مع المقاومه، لان الحسد فين ما مشينا شوفوا ما كاينش اللي يحسد يوسف، يوسف الصديق عليه السلام ما كاينش اللي تحسد قد يوسف الصديق وربه والاخوه ديالو في البئر، وهذا الشيء ما خلاهش يتحبط اولا ما خلاهش يحبس الحياه ديالو في عمر 10 سنين، بالعكس خلاه يقاوم، خلاه يكمل الحياه ديالو حتى ولا اكيد عزيز مصر. اذا لو في ديال انهم حسدوك وكدوز واحد المشي هذه ماشي شي حاجه خايبه، بالعكس هذه شي حاجه زوينه، الله سبحانه وتعالى ميزك ما بين بزاف الناس انك تبتلى لكي تقوى الشخصيه ديالك، وباش دوز واحد المعارك اللي صعيبه وواحد المواقف اللي صعيبه باش تقوى عليها، وان شاء الله دوز المرحله زوينه في حياتك. يعني ما تقنطوش من رحمه الله سبحانه وتعالى، وما تبقاوش مركزين فقط مع واش عين واش حسد، وحتى لو كان كانت عين وحسد ديروا التحسين ديالكم، لان راه بوعدنا الله سبحانه وتعالى، ولا فجر اننا ما كنديروش التحسين هو اللي كيخلي هادشي ياثر علينا. اختي انا تزير عليا قلبي وصدري وظهري كانه يطبق عليا، فهل هذا من نوبات هلع اختي للانيه؟ تعبني جدا، ارجوك طمنيني اختي في الله. كيزير على قلبك، هذه من اعراض ستريس، يعني القلق والضغط وهذا كيدير كيزير على قلبك، وتا الشيطان والله كيزير، يعني ستر يخليك تحسي بالغمه، ما عجبكش الحال، بحال غتوقع شي حاجه خايبه، يعني هذا من اعراض المرض، يعني ما عندوش علاقه بنوبات الهلع اولا، عنده علاقه باختلال الانيه، عنده علاقه بالمرض اون جينيرال، الضغط والتوتر والقلق كيتفسر بهذه الطريقه، وحتى الشيطان والله تيزيد يلعب الدور ديالو باش كيزيد يبين لك الحياه السوداويه، وتيزيد يخنقك وتيزيد يزير عليك. اذا النصيحه اللي غادي نقول لك، تبعي البرنامج العلاجي، شوفوا البرنامج العلاجي والله العظيم الا كيداوي اختلال الانيه، كيداوي المس، كيداوي الضغوط النفسيه، كيداوي الاكتئاب، كيداوي كل شيء، غير تبعوه ما تخافوا من حتى شي عرض، كل شيء غادي يمشي باذن الله. اختي سناء بارك الله فيك على هذه المعلومات اللي راكي تقدمي لنا، ربي يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. انا عندي 5 اشهر وانا مريضه، والحمد لله على هذا الابتلاء لان الله كيبغيني، على خاطر كنت في واحد الطريق اللي تدي الهاويه اكيد، وربي يسمح لي، بغيتي تجاوبيني على سؤالي ربي يخليك. انا راني ندير في الاستفراغ، عندي حوالي اسبوع ملي بديت، حاجكم عزكم الله، كانت قيه في النخمه والجغار بزاف، كنت هكذا، جاوبيني انا من الجزائر ربي شافينا اجمعين. صراحه ما فهمتش يعني النوعيه ديال الاستفراغ، يعني اللي كتستفرغيه مي اسبوع ما ديريهش، يعني الاستفراغ ما كيديرش بطريقه متتاليه، ماشي نهار على خو نهار على خو، والاستفراغ ما كنديروهش على معده فارغه باش ما تجرحش لنا المعده ديالنا. وبالنسبه للاستفراغ بحال دابا حاشاكم او اعزكم الله، الا استفرغتوا بحال زبد البحر او بحال الكشكوشه، هذا دليل على ان عندك عين بسيطه او حسد بسيط فوالا، ولا طاقه سلبيه عندك في الكور ديالك وخرجات. الا كان بحال اعزكم الله داك المرض ديتوه ثقيل كل صافي، غير بان عندكم ميكروب في الدم ديالكم، يعني كاين بحال قلتو كاين اخلاط في الدم ديالكم. دونك صراحه ما فهمتش انا الوصف اللي عطيتيني، مي صراحه هذا هي الاجابه اللي نقدر نقدم لك باسكو ما فهمتش المعنى. السلام عليكم اختي، هل ممكن اغتسل بماء بارد جيد للوسواس القهري؟ جاوبيني حفظك الله. الاغتسال بالماء البارد جيد جدا للوسواس القهري، لانه تيصلح الدبدبات، وكيدير واحد التوتر بسيط اللي تيخليك ترجع للواقع اكثر وتولي يقظ اكثر، يعني كيطلع الادرينالين، والادرينالين كتعطيك اليقظه. وفاش كنمرضوا بالوسواس القهري شنو الوسواس القهري؟ كيدينا لعالم الخيال، الوسواس القهري تيخرجك من الواقع، وفاش كتغسلي بالماء البارد كترجع للواقع، وكترجع بحال كتفيق مع الواقع. دونك هذا امر جيد جدا، يعني الاغتسال بالماء البارد شي حاجه اللي جميله جدا، وزيدون اون بلوس يعني كاينه في القران الكريم، هو العلاج ايوب اللي عطاه له الله سبحانه وتعالى. وطبيا دراسات امريكيه اثبتت بان الرياضه
والاغتسال بالماء البارد والصيام، هما قالوا الصيام متقطع لانه ماشي مسلمين، انا غادي نقول لكم الصيام كيفيد بزاف مرضى الاكتئاب لانه كيطلع واحد التوتر بسيط، وهادشي كيخلي مريض الاكتئاب يخرج من الاكتئاب. فوالا اختي سناء، محتاجك تجاوبيني ان الافكار الوسواسيه الخاصه بالموت ما تاثرش عليا، لكن قبل امس صديقي قال لي لازم نجيبو لك زوجه قبل ما تموت، وهذا الشيء ضرني ورجعني الف خطوه. واش ندير اختي سناء؟ سالت احد الاشخاص قال لي انت اللي راك موسوس، هو لو كان يعرف انك مريض ما يقولكش هذه الهضره، هذه واش هضره عاديه تنقال لاي شخص؟ اش ندير؟ هذه هضره عاديه، غير فاش سبحان الله الانسان تيكون مريض بشي مرض بحال الله يستر، بحال الشيطان تينطق على 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 السنه الناس. مثلا كتلقى مثلا الاب تيقول واحد الهضره الابن ديالو تيكون مريض بالوسواس تيقول له شي هضره، بحال مثلا تيقول له وانت الا بقيتي غادي في هذه الحاله راه غادي تحماق، هو فاش كيسمع ديك غادي تحماق يكون عنده وسواس الجنون كيخاف كيقول صافي راه بابا عرف شي حاجه عليا وقال انا حماقيت. اولا الام كتعطي واحد الكلام لان ما تكونش فاهمه المرض، فداك كتكون الانسان حساس، وابسط حاجه كتربطها بالموت وابسط حاجه، ربما هذه هو قصد فيها حاجه عاديه، يعني كيضحك معاك بانك خصك تجوج قبل ما تموت لان باغي يقصد بانك كبرتي وهذا، ولكن انت لان عندك وسواس الموت كبرتيها في دماغك. شوف الموت والاجل الموت بعلم الله سبحانه وتعالى، والشيطان لعنه الله تيدير بحال هاد الحيل فاش كيشوفك تغلبتي على المرض اولا تغلبتي على واحد الفكره وسواسيه كيحاول يدخلك من هاد الابواب هادي. دونك ما تمشيوش مع الشيطان لعنه الله، ديروا البرنامج العلاجي ديالكم تقاتلوا، ما تبقاوش غادي انا عارفه صعيبه يعني فاش كيكون الانسان مريض وتيقول له شي واحد شي ضرب بحال هكا راه تاثر عليه بزاف، ولكن خصكم تقاتلوا وتقاوموا هاد الفكره، راه غير الشيطان لعنه الله نطقها عن طريق صديق ديالك، يعني ما عندك مناش تخاف باذن الله. نشوفوا السؤال الموالي ماذا يقول. اختي سناء انا راني نتعالج، مرات نحس روحي مريضه ومرات نحس روحي تشافيت، ولكن مازال يجيني وسواس عند سماع خبر موت، ممكن تفيديني كيفاش نتعامل مع خبر الموت؟ غير نسمع بشي حد مات نمرض ويجيني وسواس. دروس التوحيد، الختم ديال القران الكريم، المعوذات تنسى الصباح ساعه بالليل، اعوذ بالله من همزي ونفخي ونفتي ونفتو على اليسر، هذا هو العلاج ديال الوسواس، وسوره البقره لانها شمس القران، وهذا هو العلاج ديال الوسواس، هذا هو التحدي الكبير ديال الوسواس. عندي ما كاينش شي حاجه اللي غادي نقول لك غادي تخرجك منها من غير القرب من الله سبحانه وتعالى، باش كتوصلي لواحد النفس مطمئنه، واحد النفس اللي فيها السكينه، وما تبقيش نهائيا تخافي من الموت. دونك هادو هما الاسئله اللي طرحوا في هذا الفيديو هذا، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا، اللي عنده اكيد اي تساؤل واحد اخر خليه ليا في التعاليق ان شاء الله غادي نجاوبكم عليه فوالا في الفيديوهات المقبله باذن الله. كنتمنى ان شاء الله انكم تزيدوني بدعوات الخير وتدعيو معايا ان شاء الله بداكشي اللي ترجيتو في خاطري وداكشي اللي كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى، دعيو معايا لان والله العظيم الى يوتيوب دايره غير يعني في سبيل الله. دونك كنتسنى دعوات ديالكم الزوينين، وكنتسنى انكم تطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطيني كل ما ترجيت في خاطري. الله يجازيكم بالخير والله يسهل عليكم والله يشافيكم، واستعينوا اكيد بالصبر والصلاه لان الصبر هو مفتاح الفرج، وهذا قول ديال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم، فاستعينوا اكيد بالصبر والصلاه، صلاه من صلاه الفرائض ومن اي حاجه غادي تصلكم بالله سبحانه وتعالى، قوموا بها باش تخرجوا ان شاء الله من هذا الابتلاء هذا. بالنسبه للناس اللي اكيد انتريسي بلا فورماسيون، مرحبا، راه غادي نخلي لكم الهاتف النقال او الهاتف اللي تنخدموا به للتواصل حول الدوره، غادي نخلي لكم في الديسكريبشن بوكس اولا صندوق الوصف، دونك باش تهضروا مع السيده اللي غتناقش معكم التوقيت وهاد الامور كامله وتزيد تفسر لكم بشكل اعمق. دونك بالنسبه للحصص كيكونوا 10 حصص، كل حصه فيها ساعتين من الزمن، فوالا دونك ساعتين من الزمن في كل حصه كيكونوا 10 ديال الحصص ب 500 درهم لي 50 اورو 50 دولار 10000 ريال فوالا، اللي هو صراحه ثمن رمزي بالنسبه للمجهود اللي كنقدموا المعلومات اللي كتستافدوها في هذه الدوره هذه. فوالا دونك كتكون في ان ابيل تليفونيك فيديو في اي بلاتفورم بغيتو دو كومونيكاسيون، دونك مي يكون الخير ان شاء الله. وانستغرام تنحاول ندير فيه دي لايف كل ملي كنطال الحد باش كنجاوب على الاسئله ديال الناس اللي ما عندهمش ماشي في الاستطاعه ديالهم يديروا الدوره، دونك مرحبا بكم ان شاء الله، وكنتمنى لكم الشفاء العاجل، وما تنساوش وما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم، جزاكم الله خيرا.